بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر، في البدء أتقدم باسم رئاسة المجلس بالتهنئة لكم مع بدء الفصل التشريعي الجديد والعام الجديد، متمنيا لكم ولشعبنا العراقي السلام والأمن والاستقرار، كما وأهنئ باسم مجلس النواب شعبنا العراقي وأهالي محافظة الأنبار على وجه الخصوص الانتصارات الكبيرة التي حققها جيشنا العراقي وقواتنا الأمنية والمتطوعين الأبطال، والتي تثبت يوما بعد آخر اندحار تنظيم داعش الإرهابي المجرم ويأسه. الأخوات الإخوة ممثلو الشعب العراقي، يوما بعد آخر نصبح على المحك في اختيار طريقنا لبناء الدولة وصيانة الدستور وحماية السيادة وسيادة القانون، حين نقف على المفترق في اختيار الدولة أو اللا دولة، النظام أو الفوضى، الانضباط أو الطيش، واللعب بمقدرات البلد واستقراره ومستقبله. فما حدث في محافظة بابل والبصرة وآخرها المقدادية يؤشر إلى خطورة الوضع حين يجوب السلاح المتفلت والجماعات الإجرامية الطرق، ويهددون أمن المجتمع ويتغلبون على إرادة الدولة ويباشرون التخريب والقتل وتهديم المساجد وتهديد السلم الأهلي، ويرفعون السلاح جهارا نهارا بوجه رجال الأمن حينا، ومن المندسين مع رجال الأمن حينا آخر، ويشوهون إرادة الدولة وقرارها في مشهد لا يمكن تفسيره أو تبريره إلا في إطار الذهاب بالبلد إلى المجهول. ومن هنا أصبح مما لا بد منه التحرك الجاد لرجال الدولة والكتل السياسية والمؤسسات السيادية، وعلى رأسها مجلس النواب العراقي باعتباره المعني بتمثيل الشعب، والرقابة على أداء مؤسسات الدولة والمحاسبة على ذلك، لاتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه ما يجري من انفلات وفوضى لم تتوقف على تهديد أمن المواطن العراقي، كما الوزارات الأمنية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة يتحملون المسؤولية في توفير الأمن والاستقرار. لذلك نجد لزاما أن يتم تنفيذ فقرة عرض القيادات الأمنية على مجلس النواب للتصويت عليها. أيها السادة، أيتها السيدات، أصبح لزاما على السلطتين التنفيذية والقضائية أن تأخذ دورهما في التحرك الصارم لصيانة أمن وسيادة الدولة، وعدم ترك المجال للإرهابيين والعابثين بأمن الدولة، والأخذ على يد الجماعات الإرهابية المجرمة التي تطعن المقاتلين الشجعان في ساحات مواجهة داعش، حين تعبث باستقرار المدن الآمنة وتهدد سلامة الوطن والمواطن. حفظ الله العراق وأهله من كل شر، وبارك الله برجاله الأبطال في ساحات القتال في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكل الجبهات، وكل الخزي والعار لداعش الإرهابية والجماعات الإجرامية، والرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى والعز والمجد للعراق.